عمار عمار انت سامعني كويس؟ ايوه مين؟ انا المحطة الارضية، انت سامعني كويس؟ ايوه سامعك كويس جدا. هي المؤشرات اللي انا شايفها دي بجد؟ ايوه بجد، في نسبة اكسجين هنا شبه اللي على الارض بالظبط. لا وكمان في ايه؟ في بحيرات هنا. يعني نسبة الاكسجين زي اللي في الارض بالظبط؟ ايوه. يعني انت لو خلعت الخوذة دي هتتنفس عادي؟ ما سعيد خلعها وبتنفس عادي. طب ما تقلعها انت كمان يا عمار. والله فكرة. وسعيد فين؟ انا مش سامعه خالص. دورت عليه كتير والله العظيم مش لاقيه. طب بص انا هلف لفه كده ادور عليه تاني وابلغك النتيجه. لا لا مفيش وقت للكلام ده. بص الوقود اللي في المركبه ممكن يخلص، واذا استنيت عندك اكتر من كده ممكن ما يوصلكش الارض. مفيش حل غير انك ترجع دلوقتي حالا. طب وسعيد؟ مع ربنا بقى، احنا عموما عندنا دفعه رواد فضاء تتخرج الاسبوع اللي جاي، يعني بناقص واحد. وعموما احنا ممكن نبقى نبعت له رحله مخصوص تجيبه بعدين. هو صحيح هيتعذب له شهر ولا اتنين عقبال لما نرجع له، بس هو يستاهل. صدق عندك حق. فاكر لما كان بيدخل الحمام وياخد السندوتشات كلها معاه وما يرضاش يدينا ولا سندوتش؟ ولا في عيد ميلاده لما قعد يلغوص في التورته عشان ما حدش غيره ياكل منها. ايوه فاكر. بس احنا نسيبه هنا بقى في الكوكب الغريب ده لوحده. سيبه بقى سيبه، يلا روح اركب انت دلوقتي يا عمار. هو كان حلم عمره اصلا يعيش في كوكب تاني، ليه يتفسح هنا بقى؟ يا عمار عمار يا عمار انت فين يا عمار؟ يا عمار يا عمار ايه ده خد الصاروخ وجري؟ ده بيستهبل ده ولا ايه؟ يعني احنا ما صدقنا المصريين طلعوا على الفضاء اول حاجه يعملوها الحركات البلدي دي؟ خد الصاروخ راح بيه فين؟ هو مترو لو فاتني هاخد اللي بعده؟ طب انا هعيش ازاي على الكوكب ده؟ بتنفس ماشي، لكن هاكل منين؟ هشرب منين؟ يا عمار يا رب يكون خده وبيخمس بيه وراجع تاني يا رب. يا عمار 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 كده بقى خلع. طب وبعدين؟ ما انا كده ممكن اموت، لا في اكل ولا في شرب ولا في اي حاجه. ايه ده رضعه على في الفضاء؟ يا نهار ابيض، هو في هنا كائنات فضائيه ولا ايه؟ طب حالبين ايه دول؟ يعني اسمع في كائنات فضائيه بس عمري ما سمعت في بقر فضائي ولا جاموس فضائي. ايه ده؟ انا حاسس ان هقشط. ده وحش قوي، ده وحش قوي. لا يا عم لا يا عم. لا ده جاي لنا انا بقى. يا سلام كائنات فضائيه. نعم بس على اساس ان قطه يعني ولا ايه؟ بس ايه؟ ايه 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 في ايه؟ في ايه؟ بيخو كمان؟ في ايه؟ عايز مني ايه؟ عايز مني ايه؟ والله انا مسالم، انا مسالم. عايزين منه ايه؟ عايزين تلمسوني ليه؟ اوعى اوعى. ايه؟ الكائن الفضائي الغريب ده؟ ايوه. اللي هي بتاعت اي تي هوم فون. اي تي فون هو. ايه؟ انا سعيد. انا سعيد. لا انا سعيد. لا انا سعيد. انت مين؟ انت مين؟
انتي مين؟ انتي مين؟ اه يعني اول ما لمستها الكلام اتنقل لها بس الفهم بعافيه. عندكوا اكل؟ عندكوا اكل؟ عندكوا اكل هنا؟ عندكوا اكل هنا؟ ايه ده انت لابس نظاره؟ على الفضاء. يعني على الفضاء ده السهل. قولها قولها. تعبيط. يلا عشان يبقى اخر يوم. يلا تعبيط عشان يبقى اخر يوم. يلا لا قولي اللي بعديه. هات هات تاني هات تاني هات تاني يمكن تفهمني. ها فهمني؟ اه يعني ما لمسته مرتين الكلام مشي. حلو قوي. يعني بتعيشوا ازاي؟ يعني بتعيشوا ازاي؟ يعني بتتجوزوا؟ يعني بتتجوزوا؟ طب بتاكلوا ايه؟ طب بتاكلوا ايه؟ يعني انتوا ده ايه شعر؟ يعني انتوا ده ايه شعر؟ ده ايه الاصفر ده؟ ده ايه الاصفر ده؟ انتوا عندكوا اكل؟ انتوا عندكوا اكل؟ عندكوا شرب؟ عندكوا شرب؟ فاهميني؟ فاهمني؟ انتوا فاهمين؟ لا انت خلاص انت طماع. انت طماع. هس ايه؟ هس ايه عشان تغلط وتخش بالنضارة. ماشي. هس 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 ايه؟ ايه؟ ما بتشوفش؟ ماشي يلا. انا سعيد. انا سعيد. انا سعيد. انا سعيد. عندكم اكل ايه؟ انتوا بتتجوزوا عادي؟ انا سعيد. انا سعيد. انتوا سعيد. واضح ان الكلام اتنقل لكم بس انتوا محتاجين تعرفوا ثقافه، تعرفوا فن، تعرفوا حاجات كتيره جدا عشان تعرفوا تتكلموا. لغه الكلام اهم حاجه. انا بالصدفه معايا الايباد. ايباد. هنا بقى هتلاقي ايه؟ افلام. افلام. مسلسلات. مسلسلات. يلا اتفرجوا بقى. بلاي. بلاي. الشعب كله لازم يتمرجح على المرجيح والزعل على الزعليق. كله هيزعلق لما يتقطع نفسه. طمني وقول لي هتجيلي يا وحشني من زمان عيني هتموت عليك. ده انا بحلم يومها وانت جنبي والشوق يا حبيبي. شيلوا الميتين. يا راجل انت قادر تشيل نفسك. ادوها البعض. ادوها البعض. وسعوها. فتح عندنا. انت عبيط خالص. محدش فيكو عارف ايه احسن حاجة حصلت في الكوكب. ما تخلص يا طارة بقى. انت هتفضلي تسألينا كده كتير. احسن حاجة حصلت ان سعيد جه الكوكب. بيعلمنا حاجات كتيرة احنا ما نعرفهاش. انت شكلك كده بدأتي تحبيه. الصراحة اه. من ساعة ما سعيد ما جه الكوكب وفرجنا افلام الحب وانا بقيت بحبه قوي. أفلام الحب دي أحلى أفلام في الدنيا. شفتي فيلم بتاع نور الشريف؟ آه شفته. طب وشفتي فيلم بتاع عمر الشريف؟ آه شفته. طب وشفتي فيلم بتاع شريف الشريف؟ لا ما شفتوش. بتاع أحمر على مهمة التيخ. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ أنا بقول لك أفلام الحب دي هي أحلى أفلام في الدنيا. بص شوف مين. لا لو بص شوف مين.
مين؟ لا لا ولو ايه ده؟ دول العيال البيئة اللي مسمين نفسهم ثلاثي ضوضاء الكوكب. بص شوف مين لا كوكب. بص شوف مين لا كوكب. بص شوف مين يا كوكب. بص شوف مين يا كوكب. شفت الفضائية راكبة مركب مركب مركب. بطني اتقلبت قعدت تكركب كركب كركب. قلت هيبقى يوم مهبب هبب هب. قلت لا يا سوكا ليميرا هاو 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 هاو. لا يا كفتة، دول عيال معفنة من ساعة ما قصوا دوافرهم وهم فاكرين نفسهم بلطجية. دول ما بيتفرجوش على حاجة غير عبده موتى وإبراهيم الأبيض بس. بعتني بكام يا عشري؟ خمسة؟ خمسة وخمسين؟ خمسة وستين؟ خمسة فيلم من كلمتين إبراهيم الأبيض. انت مجنون ياد ولا إيه؟ ده انا قتلك هنا. ايه يا عم؟ انا ابراهيم الابيض يا وسع يا عم انت وهو وادي الزيت اهو عشان محدش يعرف يمسكني. ايه يا عم في ايه يا عم؟ تضرب بجد؟ والله ما قصدي. اضرب بالراحه. ايه يا عم؟ ايه يا معلم زرزور؟ يا معلم زرزور ايه؟ عدي لي شغل حاجة. ايه؟ عدي لي شغل حاجة. يابا ده ضربنا في بيتنا يابا. تعال 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 تعال. ضربت يا معلم زرزور في دماغي. اكبسها بن اكبسها بن. تعالى وبعد كده تبقى تحط عليها زبله حمام وتدعكها كويس وتشيلها على المغربيه. تشيلها على ايه؟ مغربيه مغربيه. جدع هيمه انت واد قلبك ميت صحيح. دخلت علينا دخلت انك لميت وانهم لميتون. الجرأة حلوة الجرأة حلوة. مفيش كلام هيمة مفيش كلام. يابا يابا انت بتقول كده عشان خايف منه يابا. تعالى تعالى لما يبقى عندك نخلة والنخلة كبرت وبلحها بيقع على الأرض تاكله على طول ولا تغسله الاول؟ لا اعمل بلح باللبن واشربه. يا جدع انتوا مجانين يا جدعان انتوا ايه؟ انا عايز حريه. عايز ايه؟ عايز حريه. ده في الجنه بقى ان شاء الله. يعني ايه في الجنه؟ لا ده انا ممكن اعورك. الكره حلوه الجرعة حلوة مفيش كلام هيمة مفيش كلام. ايه يا عم بتبص على ايه؟ اللي غيران مننا يعمل زي ده؟ اوعى يا عم. ايه انا؟ ايه بقول لكم ايه يا جدعان؟ فككوا بقى من الفيلم ده. بقول لك ايه؟ تعال ناخد المركوبة بتاعت ابو الواد ابو الكوبال دوت ونشد على المشترى ونعمل دماغ زوحل. لا يا عم سعيد قال اللي بيروح هناك ويشم غازات بيعمل هوب هاي هيد عالي جدا. يا عم سعيد يقول اللي هو عايزه. دي دماغنا واحنا حرين. جاي ولا ايه؟ جرعة حلوة جرعة حلوة مفيش كلام هيمة مفيش كلام. طب يلا بينا يلا. بص شوف مين يا كوكب. بص شوف ايه؟ تعالى تعالى يا ابني. ايه ده؟ إيه؟ لا بس يا طماع بس يا طماع. لا كلهم هيتكلموا على الكوكب ما عدا انت. لا ما عدا انت. اجري هسي هسي. ايه خلاص
خلاص ايه ايه الاخبار؟ ايه يا سعيد انت ايه اللي اخرك كده؟ مفيش، مش عارف انام على الكوكب بتاعكم ده، لا عارف هو حر ولا برد ولا ايه، مع اننا في فصل الشتاء. ده كائن عجيب الكائن ده. وبعدين الشتاء ايه؟ شتاء ايه؟ انا مش فاهم، لا انتوا عندكم شتاء ولا عندكم صيف ولا حد فاهم لكم جو من اصل. انت هتتريق على جو الكوكب بتاعنا؟ ده احنا الجو عندنا نموذجي حر جاف صيفا. اه عبيط اهبل شتاء. ايوه انا مش عارف انام، مش عارف انام في الكوكب بتاعكم. المهم اخبار الايباد ايه؟ سعيد بس انا كنت عايزه اسالك سؤال، يعني ايه شر وكره وحسد؟ انا مش عارفه الحاجات دي. شر وكره وحسد دول ثلاث حاجات انتوا في الكوكب بتاعكم مالكوش دعوه بيها خالص، دي موجوده عندنا على كوكب الارض بالهبل بالهبل. انتوا ناس انقياء ما عندكوش الكلام ده، ممكن اقوله لكم من باب العلم بالشيء، لكن اوعوا تقربوا من الشر والكره والحسد. دلوقتي انا هعلمكم حاجه جديده، المزيكا. المزيكا مزيكا مزيكا، تعالوا معايا، مزيكا 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 مزيكا. زلزال 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 زلزال. موطيين تحت كده، شميت ريحه مش حلوه، دي ايه؟ هو انت اسمك ايه؟ انا اسمي فورتيكا. عشان كده انت ايه اللي جابك هنا؟ انت منين؟ انا من الكوكب ده. ايوه منين في الكوكب؟ من الطلبيه. وانت منين؟ انا من هنا. الله الله، ايه دي حاجه تقرف، كلنا تخان وزرق وشبه بعض. طب تعرفي انا ماما ما بتعرفش تفرق بين ابويا وعمي. ايه ده على كده، انت ابن مين؟ انا ابن جدي. انت ايه اللي جابك هنا ما قلتليش؟ مفيش، اصل انا بصراحه فرح النهارده بس هربت. هربتي ليه؟ عايزين يجوزوني رجاله مش بحبهم. رجاله؟ اصل احنا عندنا البنت بتتجوز خمس رجاله، لكن بالنسبه لي انا عشان مليانه سنه هتجوز 15. يا دوبك. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا معجب بيكي قوي. بجد؟ قوي. ما تيجي على المريخ ونجيب شماريخ. يلا بينا يلا. يلا بقول لك ايه؟ ايه؟ غمض عينيك وتعالى معايا. هنروح فين؟ هنروح المول. لا مش عايزه المول. المهم ان احنا مبسوطين. يلا يا عم نكمل لعب. يا عم لا هيضربني. ودلوقتي معانا مباراه في برنامج المصارع في الدبليو دبليو بي في الدبليو دبليو اي بين هي بقول لك انت في ايه؟ ايه ده؟ مباراة حلوة بين ميتشيماس وجون سينا. هي بقول لك انت ركز معاه وسيب الموبايل بدل ما انزل اولع في الممر. هي بقول لك في ايه؟ مباراة جميلة جدا بين ميتشيماس وجون سينا في دبليو دبليو اي. داخل علينا جون سينا دلوقتي، داخلة جميلة. خش يا جون. ترجمة
واخد 3 شامبيون ليج. ايه في انت مجنون ولا ايه؟ مباراة حلوة، جون سينا بطل بتاعنا، ودلوقتي نشوف ميتشيماس بطلنا التاني، لعيب كبير، دخلة جميلة ميتشيماس عاملها لنا، خش يا ميتشيماس يا حبيبي. ميتشيماس بطل كبير حائز على بكالوريوس تجارة جامعة حلوان، لكن مفتاري مش أي حاجة. هنبدأ المباراة الجميلة وهو بيسلي أوبا، وخدوا واحدة باور إسلام محمد، إنما يعني حكاية 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 والله حكاية. يلا نبدأ المباراة أهو، أوبا، وادي حركة دريم بارك كده، رازع على الأرض ونازل يعد 3 1 2. فعلا جون سينا لعيب كبير برضو مش أي حاجة، داخل عليه تاني أهو، هنشوف هوبا، واداله مانشيت صفحة أولى في الأهرام المسائي، تحفة تحفة، داخل عليه أهو، قاله مانشيت تاني، هيهبده سوبليكس خلفي، سوبليكس خلفي جبار أهو، الشعبط فيه رماه على الأرض، داخل عليه أهو، هيديله حقنة اداله واحدة كده في العضل جميلة، هيعد عليه، هيعد 1 2. وفلت جون سينا لعيب بيفلت كويس، برافو، ولسه المباراة مكملة معانا، وهوبا عدى من، لا جميلة، واداله عنده في ايديه، وربنا ما لعب. ايه يا عم في، ما احنا بنلعب مع بعض. لا يا عم انت عدلت، بص ايدي، اي بص، معلش انا هوبا، غدر بيه جون سينا، 1 2 3، ومبروك لجون سينا. اجيب لك الجنيه الذهب ان شاء الله. لا حول ولا قوه الا بالله. انت بقى فلقتني، تعالى بقى انت فلقتني في الجيزه، وربنا لا اوريك. الجرعه حلوه، الجرعه حلوه، مفيش كلام هيمه، مفيش كلام. ايه يا عم انتوا مش عاملين اي اعتبار خالص، ان انتوا خمتوني في الماتش، ها انت مستغربني ليه؟ انا عمال اكسب جولتين قدامك يا عم، احنا سايبينك يعني واحنا بنحكم صح يا جدعان؟ ما ابويا يا جدعان مركبته اتخبطت، ولو عرف ممكن يتبخر يموت من الزعل. يا دي يا عم ابوك اللي انت عرفنا بيه، هو فين اصلا ابوك ده اصلا؟ قاعد في البيت بيتفرج على الايباد على الافلام الابيض واسود. ايه ده؟ والله يا ركوبان، انت هاد يا ركوبان. يا ده هركوبان، عملت ايه في المركوبه وما تقوليش لا؟ يا في ايه يابا؟ قلنا المركوبه اتحكت من عند الرفرف يابا، حكه بالراحه. طب والمرايه؟ انا ما بعرفش اسوق من غير المرايه. يا عم الحاج، المركوبه بتاعتك رشقنا بيها في الجبل، يعني اترشقت خالص؟ ايوه. طب والمرايه؟ اهم حاجه المرايه يابا. ما بعرفش اسوق انا من غير المرايه. يا عم هو ابوك دهبل ولا فيه ايه؟ هفهمه انا عشان هو بيفهم بصعوبه. يابا احنا دخلنا بالمركوبه في الجبل، اتعجنت في بعض. والمرايه؟ ما بعرفش اسوق من غير المرايه. هو انت غبي يابا ولا ايه؟ انت متخلف يابا. انا ماليش دعوه بكل الكلام دوت، انا عاوز المرايه.
هي المرايه مالها؟ مكسوره. البيت صابون. ايه البيت صابون وبعدين ادينا عليها زبله حمام. ايه بشيلها على المغربيه. ابدا يا حبيبي، ابدا يا حبيبي. المركوبه مش نافعه تاني؟ اه يابا مش نافعه. طهور المركوبه، انا عايز المرايه. يابا انت كنت شغال بتاع ازاز يابا. في ايه؟ يبدا يا حبيبي. يابا حرام يابا، بص انزل من على ودان اهي، ريحنا بقى. ما انا اشتري اهو، انزل بقى خالص. ما انت ما بتشتريش حاجه، ما انا اللي بشتري واقعد اجمع فيك انا. يبدا يا حبيبي يا ابني، ما تعملش زي امك، بعتتني اخر الدنيا عشان اجيب لها باكو شاي، بعتتني نبتون. هفهمك انا يابا. فهمنا يا حبيبي. انا عارف ان انت بتيجي بالراحه. فهمنا يا اخويا. احنا كنا راكبين المركوبه وماسكين ايدين بعض كده، فجاه دخلنا في الجبل كده. يلا نربح ونوزع الفقراء. سعيد، اللي حصل دي أول حادثة تحصل على الكوكب. آه أول حادثة، بس السبب عندكم في الكوكب إن مفيش عندكم إشارات مرور. إشارات مرور إيه؟ أيوة، ومفيش نظام. أنت إيه اللي بتقوله ده؟ ده العيال من ساعة ما بيروحوا المشترى بيشافوا من هناك غازات، وحالهم بقى غريب وبقوا يضربوا أهاليهم. ما عشان كمان ما عندكوش شرطة للمخدرات. أنا مش فاهمة اللي أنت بتقوله ده. أنا طلبت الجماعة الكبار بتوع الكوكب عشان أفهمكم إزاي تعملوا نظام، لأن النظام ده هو اللي بيمشي العالم كله. كوكب الأرض ماشي زي الفل بالنظام، هو فيه شوية لعبكة كده بس ماشي زي الفل، لأن النظام هو اللي بيمشي العالم كله. فين بقية الناس؟ فين أهل الكوكب؟ عار عليك يا فارس الصليب. عار عليك يا فارس العرب. نعم، إنكم تأكلون قشر الليمون وتخللون غصان الزيتون. أنت بتتفرج ده ريتشارد قلب الأسد؟ آه حلو حلو ده. حلو قوي، أهلا وسهلا. فين بقية كبار الكوكب؟ أنا عايزكم كلكم. فليتفضل كبار الكوكب.